وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار السيد صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مساء الخير معالي الوكيل. اليوم ما زلنا في خضم الاحتفال بيوم العمال العالمي، والبحرين تشارك العالم هذا الاحتفال كل عام. حققت البحرين الكثير من الإنجازات والمكتسبات على الصعيد العمالي، لو نتحدث عنها بشكل مختصر. الله يسعد مساك واشكركم على الاستضافة. اختي لو سمحتي لي، مدام احنا نعيش الأيام المباركة، كان أرفع اسمي التهاني والتبريكات مناسبة شهر رمضان المبارك على القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة وشعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية. دعي المولى عز وجل أن يوفق الجميع. يعني جرت العادة أن يحتفل عمال مملكة البحرين مع أخوانهم في بلدان العالم باليوم العالمي أول مايو، ولكن للأسف الظروف الصحية اللي يمر بها ليس مملكة البحرين بل العالم غيرت الكون، لكن رعاية السيد جلالة الملك حفظه الله لهذه الفعالية عطتهم دفعة، وهو أمانة الراعي الأول للعمالة في مملكة البحرين، ودائما يعني يكنون له الولاء والمحبة، وهو يبادل لهم نفس الشعور. يعني العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك أعطى دفعة كبيرة للعمالة الوطنية وعزز مكانتهم لما يقدمونه من تضحيات ومن دفع عجلة النمو والاقتصاد في مملكة البحرين. نجد سيدي جلالة الملك وافق على مشكورا على قانون النقابات العمالية، واللي هو الذي هو داعم للحركة العمالية والمدافع عن حقوقهم، وكذلك التفرق النقابي، يعني بإمكان أي نقابتين يشكلون اتحاد، وترك مجال واسع لأن ينالوا حقوقهم بالكامل، وهذه من المكتسبات. ثانيا يعني جرت العادة أن يرعى سيدي جلالة الملك تكريم العمال المجدين والمتميزين في شهر ديسمبر، وهذا بعد يعني إنجاز كبير حق مملكة البحرين يشيد به القاصي قبل الداني. رأينا منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية دائما يطرون مملكة البحرين، وهذا التقدم هذا لم يأتي من فراغ، يأتي من قيادة الرشيدة حفظهم الله، دائما داعمين حق المسيرة العمالية وأصحاب الأعمال. يعني دائما قطاعي الإنتاج هو الهم الأول والأخير. نعم سعادة الوكيل، ذكرتم أن العالم يحتفل هذا العام في ظل ظروف استثنائية نتيجة لتفشي فيروس كورونا، وهو يجري في العالم كله وليس فقط في البحرين، ولكن البحرين تميزت بأنها اتخذت حزمة من الإجراءات التي حفظت للعمال حقوقهم في البحرين، لو نتحدث عن ذلك. نعم، يعني لا يخفى على أحد الحزمة المالية والاقتصادية اللي قدمها سيدي جلالة الملك، والتي تساوي 4.3 مليار. هذه اعتبرت نقلة في الحفاظ على اقتصاد مملكة البحرين ومسيرته الحافلة، وكذلك يعني الحد من التسريحات لا قدر الله في دفع 3 أشهر رواتب العمالة الوطنية والأجور، يعني أشياء لا يمكن إحصائها في فترة مؤقتة، لكن أمانة الكرم السخاء اللي تقدمت القيادة والحكومة الموقرة نقل العمالة الوطنية يعني من لا قدر الله التسريح إلى الوقوف على ريله ومشاركة في دفع عجلة الإنتاج والنمو. نعم، بالتوازي مع ذلك أيضا هناك في ظل ذات الظروف الراهنة وهو تفشي مرض كورونا، هناك كان إجراءات أيضا للحفاظ على صحة العمال والعمالة الوافدة الموجودة في البحرين، ويأتي ذلك أيضا في ظل توجيهات جلالة الملك بالتكفل بعلاج الجميع في البحرين. وثانيا يعني قيادة سيدي سمو ولي العهد لفريق البحرين أعطى دفعة كبيرة للخروج مملكة البحرين من هذه يعني الظروف الصعبة والاستثنائية. وجدنا في حماية كاملة للعمالة البحرينية والأجنبية والعربية والموجودة على يعني في مملكة البحرين. أصحاب الأعمال تعاونوا مع الوزارة، القرار الذي أو التعميم اللي أصدره سعادة وزير العمل والتنمية المحافظة على بالتعاون مع أصحاب الأعمال على مساكن العمال، على مواقع العمل، على بيئة العمل، تقديم ما هو يعني مفيد ويساعد على صحة وسلامة العمال. هذه لم يأتي من فراغ، أتى للمحافظة على صحتهم. نعم، سعادة السيد صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.